أهلا من جديد. دعا المحارب الأسير السابق في حرب فيتنام السناتور جون مكين إلى ضرورة تعزيز قيم التضحية في حياة الأمريكيين من خلال تكريس الاحتفال بيوم الذكرى الذي يعتبر عطلة رسمية في الولايات المتحدة ويتزامن مع الاثنين الأخير من شهر مايو كل عام. قال مكين إن جميع الذين ضحوا لأجل حماية الحرية من الأمريكيين داخل وخارج أمريكا وعلى اختلاف جذورهم العرقية كانوا يؤمنون بحماية أمريكا من جميع المخاطر التي تتهدد أمنها. بالنسبة للمحارب والأسير السابق في حرب فيتنام والسيناتور الحالي جون مكين، فإن يوم الذكرى يمثل ذاكرة عمر كاملة وذكريات من جيل المحاربين الذين شاركوه رحلة كفاحه. مكين يعتقد أن هذه الذاكرة الثرية يجب أن تروى باستمرار لأبنائه وأحفاده. بالإضافة إلى إنسانيتهم المشتركة، فإن جميع المدفونين في مقبرة أرلينغتون الوطنية وغيرها من مقابرنا اشتركوا في إيمانهم بالدفاع عن أمريكا وحمايتها من جميع المخاطر. أما بالنسبة لرفاق مكين من المحاربين والمحاربات السابقين، فالذكرى دفعتهم إلى ابتكار فكرة جديدة تتمثل في الاشتراك في إصدار كتاب موحد عن عظمة هذا اليوم في الذاكرة الجماعية وتجاربهم الشخصية في حالة الحرب وصناعة السلم لأجل أمريكا. جميع الأمم تحتفل بقيمة التضحية وتعتز بالرجال والنساء الذين ضحوا بحياتهم لأجلها، وفي أمريكا نحتفل بنسائنا ورجالنا الذين ضحوا لأجلنا في مثل هذا اليوم. المحاربون هؤلاء يقولون إن التضحية لأجل الآخر هي واحدة من صلب القيم الأمريكية، مع التأكيد دوما على أن أمريكا أمة قامت على الحريات وواجبها ليس فقط في تأمينها لأبنائها بل لكافة شعوب العالم. أمر مهم جدا أن المناسبة يحتفل بها كيوم وطني وأن الناس يحرصون على زيارة المقابر الوطنية في هذا اليوم. لا يجب أن يطغى الطابع الاجتماعي على الاحتفاء بالمناسبة، هناك قيم عظيمة وراء معاني الاحتفال بها وهذا ما يجب أن نحرص عليه. في العادة تكرم أمريكا رجالها ونساءها الذين قتلوا في سبيل تأمينها من كافة المخاطر التي تتهدد أمنها القومي في الداخل والخارج من خلال زيارة قبورهم ووضع أكاليل الزهور عليها والتذكير بتضحياتهم. هذا واحد من الأعياد القومية التي يحتفل بها الأمريكيون، احتفال يريدون من خلاله نقل قيمة التضحية لأجل الفكرة والقناعة والمبدأ بين الأجيال المتعاقبة، ويريدون أيضاً التأكيد على أن الحريات التي ينعم بها الأمريكيون حالياً هي نتاج لتضحيات لأجيال سابقة في تاريخ أمريكا. رابح فلالي، الحرة، واشنطن. وبمناسبة